منين حكاية فاطمة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شكون اللي سبق له فيكم شاف هادي؟ ماشي في صورة ولا وثائقي ولا فيديو، ولكن صاحب العين مجردة في الليل. صافا اون جينيرال مكيكونش هاد العدد كامل. هاد الصورة طبعا كنت خايتها الناس اللي شافوها يبغوا كونفيرما، كو مكتكونش بهاد الألوان بحال هكا، ولكن كتكون، ولكن الناس اللي شافوها بعين مجردة غادي يعقلوا عليها حياتهم كاملة، لأن واحد الحاجة اللي إلا شتيها غتبقى الذاكرة ديالك ديالها راسخة في الدماغ ديالك. يعني ما يبانوش هاد الألوان، ولكن هادوك التخلؤات تبان لك واحد السحابة اللي هي هادي كاملة كاينة في هاد الصنة، اللي هي ماشي سحابة ديال بصح، ماشي سحابة ديال هادوك اللي كيطيحوا الشتا، ولكن سحابة مضيئة بالضوء وكيتخللوا هذيك التشعبات السوداء اللي كتبان فيها. هادي سميتها درب التبانة بالعربية، سميتها لافوالاك دي بالفرونسي، هذا ميلكي واي بلونبلي، ابري نوالي بالتمازيغ. يمكن تكون في اطار الحفظ بدل الفهم، يمكن تكون حافظ السميات ديالها ب 90 لغة وعارف من ماذا تتكون اولا كبيره بالحمار واولا صغيره بالخضر، بحال كنا كنديروا ابتدائي وملاحظه وداك الشيء، وتحفظ هادشي كامل وتدوز في الامتحان وتنجح في الامتحان وانت ما عارف والو. تحيه المدي. على شنو هي هادي؟ دونك غادي نحاولوا في هاد لو طون اننا نتعرفوا شويه اكثر على شنو هي هادي، نفهموها، وعلى كيفاش ساعدتنا اننا نفهموا اكثر على البلاصه ديالنا في الكون. غير بين قوسين، هذه كاين كلا تشاف المغرب من افضل البلايص في نصف الشمال ديال الكره الارضيه باش نشوفوا النجوم، من بيناتهم لا فوالاكسي، فضل الموقع، فضل انه كاين مازال مناطق في المغرب اللي مملوت ما فيهمش التلويث الضوئي. المشكل اللي كاين مثلا في اوروبا ولا في امريكا هو عندهم توسع ديال المدن كيعطي بزاف ديال الاضواء ديال المدن اللي كي الضوء ديالهم كينعكس في الاتموسفير وكيتشتت، وبالتالي ملي كتشوف انت في السماء ما كيكونوش لي زيتوال كونتراستي، يعني الضوء ديال النجمه كيدوب الى بغينا مع الاضواء ديال الخلفيه اللي كيصنعها هذيك التشتت ديال اضواء المدن. يعني كننصحكم ولا اللي عنده الامكانيه انه يمشي يشوف هذه، كننصح انه يديرها، لان واحد التجربه اللي غتبقى عاقلين عليها في حياتهم كامله. ماشي بالضروري الاطلس، ماشي بالضروري تبعدوا، هو حقيقه باش تبان هكا زوينه. طيب عندي واحد الفوتو هذه ديالي سيلفي مع هذه من مرزوقه الصحراء، ماشي بالضروره تمشيو حتى لمرزوقه ولا الاوكيم ديال اللي هما دي سبورت اللي فريمون واعرين باش تشوفوا النجوم، ولكن غير بعدتوا شويه من المدن يمكن تشوفوها، خص غير ما يكونش القمر مضيء في السماء، اللي هو كيكورسبوندي لبدايه ديال الشهر الهجري، اللي هي المرحله اللي حنا فيها دابا. طبعا دابا في هاد لا سواري اللي غديروا لوبسرفاسيون ما يمكنش تشوفوها، حيت مازال حنا في المدار ديال المدن، ولكن بعدتوا شويه مثلا في هاد لا سومين هادي الراس ديال كل شهر هجري محرم بالحجه الى اخره، غادي يمكن لكم تشوفوا هذه التجربه. طبعا الى هاد الاذرع ديال المجره، طبعا الى ما كانش السحاب ولا الضباب. باش كنت صغير كان الوالد كيدير لنا واحد الغرسه المناطق ديال في النواحي ديال مدينه طنجه، هذه الصوره ديالي في هذيك الغرسه. الصوره تخدات لحظات بعد ما حصلوني، كنت حاط اختي الصغيره في البرويطه، كنت هابط بها في هذيك الهبطه. إلا شفتو من وراء الإردوز كيبان واحد الجزء من الدشار، و إلا لاحظتو هذاك الجزء من الدشار ما كيبانش فيه لي بوطو ديال الضو، يعني كاينش السلوكة ديال الضو، ما كاينش الإضاءة، وداك الشيء علاش هنا باش كان كيطيح الليل فريمون كانت الحياة السعيدة ديال ملاحظة النجوم كانت كتبدا. بعض المرات كنت كنبقى فايق حتى ولا كنعس وكنعاود نفيق في الفجر باش نشوف لي كونستلاسيون ولا الكوكبات ديال السماء اللي كيبانو في الفجر، حيت كيكونوا مختلفين مع الكوكبات اللي كيكونوا في العشاء. بفعل عن الدوران ديال الارض ديما كيكونوا النجوم اللي كاين في السماء كيتغيروا على حسب الساعات ديال الليل. دونك من هاد ليبوك هادي باش كنت صغير، البهار ديالي بالنجوم طبعا ما عمرو حبس من هذيك اللحظه، وداك الشيء علاش دابا كان عندي ان شانل يوتيوب اللي كان شارك فيها شويه العشق ديالي للنجوم، العشق ديالي للعلوم، اللي شحال عاوتاني اللي مشاركين فيها ولا كيعرفوه، اللي مازال ما عندناش يدو تقيدو. يمكن اقدم علماء ديال الفلك اللي مغاربه، يمكن نوعا ما نقولوا انهم هما الامازيغ القدامى. الامازيغ القدامى كان عندهم ارتباط حميم بالنجوم، ماشي فقط حيتاش كانت عندهم هذيك الرؤيه الواضحه ديال النجوم اللي فعلا انه الاضواء ديال المدينه كانوا مازال ما جاو يديروا التلويث الضوئي، ولكن كذلك كان عندهم ارتباط روحي بهذه النجوم.
هذه واحد المعلمة سميتها ستونهنج، هي دائرة ديال الحجر موجودة في المملكة المتحدة في UK، كيجي لها تقريبا 1 مليون زائر في السنة، 1 مليون ديال السائحين، كتعتبر كنز من الكنوز الوطنية ديال انجلترا. شكون سبق لي سمع بستونهنج؟ النص تقريبا. هذه واحد دائرة حجرية موجودة في الشمال ديال المغرب في المنطقة ديال الأصيلة، شبيهة جدا بستونهنج. شكون سبق لي سمع بمزورة؟ واحد، جوج، ثلاثة. الحاجة اللي مهمة بهذه الدائرة الحجرية ديال مزورة هي هذيك الحجرة اللي كتشوفوها اللي في الصورة ديال الفوق اللي منحط عليها يدي، اللي كيسميوها نوتد، اللي لوكو الناس ديال الفيلاج كيسموها نوتد، هي أعلى حجرة اللي كاينة في هذه الدائرة. إلا وقفتي من المركز ديال هذه الدائرة، ديك الحجرة كتكون كتكوريسبوندي للغروب ديال الشمس في ما يسمى الاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي الإكينوكس. دونك هذا الشيء يعني الشمس كتغرب جنوب ديك الحجرة في الفصل ديال الشتاء، وكتغرب شمال ديك الحجرة في الفصل ديال الصيف. هذا الشيء يمكن كيدل على أن الناس اللي بناو هذه الحجرة هذه والناس اللي اهتموا بها كان عندهم ارتباط بالشمس، ربما في إطار العبادة ديال الشمس. إلى شفتوا هذيك الفقعة اليمين كيبان لكم واحد الصورة أبيض تما، ربما المعلمة معروفاش بزاف، ولكن مما يحسب ربما السلطات والجهة هو أنه بناو هذيك الصور في عام 2004 باش يحميو هذه المعلمة، لأنه على ما يبدو قبل من 2004 كانوا بعض الناس كياخذوا الحجر من هذه المعلمة باش يبنيو بها الدور ديالهم. كاين واحد الأسطورة قديمة كتقول أن النجوم هي ثقيبات موجودين في واحد الرداء، واحد الغطاء كبير محيط بالأرض. يعني دابا تخيلوا الأرض ديالنا واحد الغطاء كبير محيط بها، وديك الغطاء مراه في العالم في واحد الضوء قوي ساطع، وديك الضوء ديال العالم كيدوز لنا عبر ديك الثقيبات اللي كاينين في ديك الغطاء. الشيء المثير في هذه القصة ولا في هذه الأسطورة هو أنه هذيك الزمان ديال الأزمنة القديمة ما كانت حتى شي طريقة باش إذا تلاقى جوج ديال الناس، واحد كيقول أن النجوم هما ثقيبات في هذيك الغطاء، تلاقى مع واحد من الحضارة الإغريقية مثلا اللي كانوا كيقولوا أن النجوم هي مجوهرات مغروسة في واحد القبة سماوية كدور على الأرض، إذا تلاقاو هذيك الجوجة ما غادي يلجؤوا أون فيت غادي يلجؤوا للفكرة ديال السلطة. يعني واحد غادي يقول لهم هذوك راه ثقيبات وحق ياكوش إلى هذه المثل ديال الأمازيغ القدامى، الآخر يقول له هذيك مجوهرات وحق أرسطو اللي كان هو العالم والفيلسوف الكبير المعروف هذيك الزمان اللي كان كيتعتبر السلطة العلمية في هذيك الزمان. دونك من غير السلطة في هذيك الزمان ما كانتش شي طريقة باش أننا نميز ونعرفوا شكون في هذوك الجوج اللي عنده الحق. غتسنى البشرية قرون بعد هذه المرحلة باش تخترع ولا توصل لواحد الطريقة اللي غادي تمكننا من أننا نميزوا ما بين هاد الجوج ديال الأطروحات، وهذه الطريقة غيتوصلوا ليها الحياة. اللحية والرزة ربما اليوم كربطوهم بعض المرات تعميما وخطأ على ولو طارت معزة وعلى الدوغماتيزم على الدوغمالية، ولكن داز على التاريخ ديال البشرية واحد المرحلة اللي كانوا الناس اللي عندهم اللحية والرزة كانوا كيعلموا التلاميذ ديالهم الشك والتشكيك والمنهج العلمي والتساؤل، اللي هو العكس ديال ولو طارت معزة. غادي نشوفوا بعض الأمثلة. هذا بالهيثم الكتاب ديالو سميتو كتاب الشكوك، ديجا لو تيتر ديال الكتاب هو الشكوك. كيقول الواجب على الناظر في كتب العلوم إذا كان الغرض ديالو هو المعرفة ديال الحقائق أنه ديما يجعل نفسه هو الخصم ديال داكشي اللي كينظر لك، هو اللي كنسميوه لافوكا دو ديابل. يعني بغيتي تتأكد ولا سمعتي شي معلومة بغيتي تخيتيكيها، خصك ديما توضع راسك في الموقع ديال الخصم. يعني كل حاجة غتشدها غادي تشلطها غادي تقطعها تفتتها ودير راسك في بلاصة ديال الخصم. ولكن بلو هيثم ما كيحبش في القضيه ديال الخصم، كيمشي ابعد من ذلك، كيقول لك خصك دير راسك خصم حتى لراسك وانت خصم لهذاك الشيء. يعني تنتقد لافوكادو ديابل ديالك اللي انت غدير انت هو لافوكادو ديابل، غتنتقد كذلك الطرح ديالك اللي هو تشكيك في هذيك الاطروحه. يعني كيقول لك ولا يتحامل عليه، يعني ماشي واحد الحاجه بغيتي تشكك فيها وتبين انها خطأ غير فقط من غير لأسباب ايموشنال مثلا عاطفيه، ولكن انك يكون عندك هذا المنهج وهذه الطريقه ديال التفكير اللي هي انك تنتقد الحاجه ولكن تنتقد كذلك راسك وانت تنتقد
ديك الحاجه. مثال ثاني ابو بكر الرازي. اوكي، عندما تكون الواقع التي تواجهنا متعارضه مع النظريه السائده خصك تقبل الواقع. الواقع في الحاله هي اللي كنسميوها اليوم التجربه العلميه، يعني شي ملاحظه ولا شي اوبزرفاسيون ولا شي تجربه اللي درتيها. كيقول لك اذا جات مخالفه للنظريه السائده، النظريه طبعا المفهوم ديالها هنا ماشي هو المفهوم اليوم التعريف العلمي ديال النظريه، ولكن الفكره ديالو هي الافكار ولا الفكره الرائجه. يعني الا درتي شي تجربه ولا الا وقعتي بشي حاجه واقعه اللي تحققتي منها، طبعا التجارب تقدر دير فيهم اخطاء ولكن يفوا تحققتي من التجربه، اذا كانت مخالفه للنظر السائد والراي السائد خصك تكون مستعد انك تغير الراي ديالك وتتقبل الواقع على انها مخالفه لديك النظريه السائده. مثال ثالث، جابر بن حيان. غير قبل ما ندير المثال بغيت ندير غير بين قوسين، كنسميو هاد كنهضروا على العصر الذهبي للحضاره العربيه الاسلاميه، ولكن بين قوسين العديد من المساهمات في الحضاره العربيه الاسلاميه جاوا من اشخاص اللي غير عرب واشخاص اللي غير مسلمين. مثلا هنا في هذه الصوره كاين جابر بن حيان اللي كان عربي مسلم مثلا. الخوارزمي كان غير عربي. موشي بن ميمون اللي دوز وقت ديالو كبير من الحياه ديالو عندنا هنا عندنا في المغرب في المدينه ديال فاس كان يهودي. وابو بكر الرازي كان لاديني. ربما من الحاجات اللي جعلوا ان هذا الاشعاع الثقافي اللي كان في العصر ديال العصر الذهبي ديال العلوم هو هذاك التسامح والانفتاح على الغايه، لان العلم هو الحاجه اللي ما كيعجبوهاش القيود، يعني الحاجه اللي كترفض السلطه بحال اللي شفتوا في الكتابات ديال بن الهيثم وديال الرازي، وما كتحملش مع السلطات والقيود اللي كتوضع عليها. جابر بن حيان لخص لي انا باش قريت هذا النص، لخص لا ميثود سيونتيفيك اللي انا كنت تعرفت عليها قبل ما نبدا القراءه في هذو ديال هاد الناس، ولقيته كيقول نفس الشيء بالضبط اللي غتلقى عالم الفيزياء معاصر كيقولوا. يجب ان تعلم اننا نذكر في هذه الكتب من الخواص ما رايناه فقط لا ما سمعناه وقيل لنا وقراناه. يعني الشك العلمي، يعني باش ديك البوست ديال انشرها ولك الاجر البوست ديال الفيسبوك ملي تقراه ديما انك تشك فيه. تشك اول حاجه تطلب المصدر ولا ماشي ما تقبلش اي حاجه دازت على العين. بعد ان امتحناه وجربناه، يعني جابر بن حيان هنا كيدير التركيز على التجربه، يعني تشوف الحاجه بنفسك دير التجربه وتاكد. فما صح اوردناه وما بطل رفضناه. هذه مهمه بزاف هي القابليه ديال تغيير الراي. يعني الا بانت لك شي حاجه بحال اللي قال قبيله ابو بكر الرازي، بانت لك شي حاجه دار شي تجربه بانت لك مخالفه ولا واضح انها مخالفه للنظريه ولا الفكره اللي كانت عندك، خصك تكون مستعد انك تغير الراي ديالك.